السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنستعرض مع بعض حل مشكلة بتواجه كتير من مستخدمين جهاز الهاتف، هو ان هو بيتعرض على جهاز الهاتف بتاعه مجموعة كبيرة جدا من الإعلانات الغير مرغوب فيها. طيب هنوقف الإعلانات اللي موجودة على الهاتف بصورة نهائية ازاي؟ ده اللي هنتعلمه مع بعض. الخطوة الأولانية ان انت هتروح تفتح الجهاز بتاع حضرتك وتروح رايح على الاعدادات، وبعد كده تروح نازل تحت الحديث نجيب اللي هو جوجل، تمام كده، وبعد كده تروح رايح على حاجة اسمها جميع الخدمات، تمام، وتروح نازل تحت وتاخد حاجة اسمها الاعلانات، تمام كده. هو هتبدأ تاخد حاجة اسمها الخصوصية في عرض الاعلانات، هتبدأ تاخد مواضيع الاعلانات. هنبدأ نقفل الخيار ده، نرجع خطوة لورا، نروح ضاغطين على ديت برضو السماح بالإعلانات المقترحة من التطبيقات، هنقفلها. نروح راجعين خطوة لورا، نقفل اللي هي قياس أداء الإعلانات، هروح قافلين هذا الخيار، تمام كده. خلصنا الضبط الموجود داخل الهاتف. الخطوة اللي بعد كده إن إحنا هنروح رايحين على المتصفح بتاعنا اللي هو جوجل كروم الموجود على الهاتف بتاعنا. نبدأ نضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق دول على الشمال، نبدأ ننزل تحت، نروح رايحين على الإعدادات، ومن الإعدادات هروح نازلين على الخصوصية والأمان، نبدأ نضغط عليها، وبعد كده نروح نازلين لحد ما ناخد حاجة اسمها الخصوصية في عرض الإعلانات، وبعد كده نبدأ ناخد حاجة اسمها مواضيع الإعلانات، نبدأ نفعلها، وبعد كده نروح نازلين على نرجع خطوة لورا، ناخد الإعلانات المقترحة من المواقع، نبدأ نفعل ديت. تمام، نروح راجعين خطوة لورا، ناخد قياس الإعلانات، هنفعل الخيار ده، نبدأ نرجع خطوة لورا، نبدأ نضغط على مواضيع الإعلانات، هيبدأ ناخد حاجة اسمها المواضيع النشطة، نبدأ نضغط عليها إدارة المواضيع، هنبدأ نقفل كل الخيارات ديت. دي أنواع الإعلانات اللي ممكن تتعرض عليك على الهاتف، هنبدأ نقفلها كلها، تمام، بحيث ان دي كلها كانت ممكن مواضيع اعلانات تتعرض. كل الخيارات دي انا هقفلها، هتبدأ تعملهم واحدة واحدة لما تقفل جميع هذه الخيارات. طبعا نبدأ نرجع لورا، لو لاحظت هتلاقي كل الحاجات دي اتحطت في المواضيع المحظورة، يبقى انا حذرت كل هذه الاعلانات من على الهاتف الخاص بيا. تبدأ حضرتك بقى ترجع الى الخلف، طبعا بكده يبقى انا امنت جهاز الهاتف بتاعي من الاعلانات، وعملت ايقاف نهائي للاعلانات انها تشتغل على جهاز الهاتف الخاص بيا. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.